أعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن استقالة الأخضر الإبراهيمي من منصبه كمبعوث مشترك إلى سوريا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه مع الإبراهيمي، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الإبراهيمي سيستمر في عمله حتى نهاية الشهر الجاري. وأضاف بان كي مون أن الإبراهيمي سيتحدث في وقت لاحق اليوم أمام مجلس الأمن الدولي عن التطورات بشأن سوريا، فيما لم يعلن الأمين العام عن الشخصية التي من الممكن أن تخلف الإبراهيمي في منصبه.